في صديق بيشوه صورتي بين الناس، يعني ما ينفعش يبقى صديق، ممكن يبقى زميل، لأنه إذا كان صديق لازم يتوفر في صفة الحب والأمانة والوفاء. فإذا كنت متأكد أنه بيشن عليك وبيقول كلام صعب، يبقى هنبعد شوية وهيبقى مجرد زميل، وتفضل تحبه وتصلي له، لكن ما ينفعش صديق أنتيم يعني وهو بيقول كده.